بنروح الفيحة. كل الفيحة يا ابو احمد. ايه وبقطعة 9 مقابل قطعة 6 قطعتنا. شكر لوزارة الداخلية، شكر لوكيل الأمن العام اللواء إبراهيم ياسين الطراح، شكر لمدير أمن العاصمة بالإنابة العقيد ناصر عبد الله العدواني، شكر لقائد منطقة الضاحية العقيد محمد مهدي العجمي، شكر الوكيل أول ضابط مهدي حيدر زمان وأفراد المباحث ومدير العمليات المقدم نايف الحجرف على جهودهم الطيبة. اليوم ذاك اليوم نسمع عن أكبر مصنع خمور في كيفان، وحطينا منطقة إن في مصنع خمور في صباح السالم. هل يعقل اليوم مصنع خمور في منطقة الفيحة؟ تذكرون يوم نحط توزيع الخمور المحلية في الديرة وينباع البطل بدينار ودينارين وتوزع على البقالات؟ اليوم وين منطقة الفيحة وكيفان؟ والله أعلم وين بعد. مصيبة مصيبة ما بعدها مصيبة. اليوم لازم يكون هناك في قانون لضبط القانون الإيجارات، مو كل واحد يأجر له بيت وشقة وما ندري ايش قاعد يصير في المكان. خلينا نشوف هذا التقرير عن ضبط خمور كبيرة منطقة الفيحة وارجع لكم. هذه المصنع خمور منطقة فيحة. هي مصنع خمور ضبطي حاليا مصنع خمور منطقة فيحة قطعة 9 قطعة 9 قطعة 9. طبعا هذول طول ما يصحى يعبونهم يصنعون فيهم الخمور يبيعون على الناس. وهذا الماكينة شغالة طبعا صار الحين حاليا بعدة مناطق يبيع مصنع خمور صاير قبل الشهر تقريبا بالسرة وكيفان والنزهة صباح السالم منطقة محافظة حولي حاليا محافظة العاصمة منطقة الفيحة. في عدة غرف مصنع خمور وهذا المكاين والمكاين. هذا غرفة الأولى وغرفة ثانية مصنع خمور. هذا مكاين شغالين عليه مكاين الخمور مصنع الخمور يشتغلون بعد مناطق الكويت شغالة مصنع خمور. مدير العاصمة العقيد ناصر عدواني حاليا بالتفتيش على إدرامات مصنع الخمور. بقيادة مدير الأمن العاصمة العقيد ناصر العدواني وقائد منطقة فيحة العقيد محمد مهدي العجمي ومدير الدوريات المقدم نايف مبارك حجرف رئيس مقفر فيحة مبارك النقيب مبارك ناصر المطيري وقيادة الأفراد كلهم حاليا. تحية لرجال الداخلية على جهودهم، لكن المصيبة إن هذه مصانع الخمور مو موجودة في الجليب ولا في المهبولة ولا في المنقف ولا بهالمناطق المجهولة اللي يكثر فيها العزاب، موجودة في مناطقنا الداخلية. مصنع في النزهة، مصنع بالفيحة، مصنع بكيفان، مصنع بصباح السالم، بالسرة، بحولي، وين؟ وين رايحين؟ لازم تنظيم قانون الإيجارات. وأقول للي بيأجر بيته يا أخي لما تأجره لازم تعرف على شنو مأجره، على مصنع خمور، على سواد وي. والله عيب. وشكرا لرجال الداخلية. القضية الثانية